السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا جايبة لكم أفكار لتزيين 4 طرد مختلفين بأشكال مختلفة. الطرد دي أنا كنت عاملاهم لعيد الأم، طرد مختلفة ويعني بخامات التزيين، حاجات قليلة وحاجات في متناول الجميع. استخدمت كريز واستخدمت مارشميلو وكريم شانتيه. هبدأ ان انا اول حاجة هقطع التورتة 3 طبقات او 4 على حسب ارتفاعها، وبعد كده هعمل لها عملية تجليس. بص يا جماعة، هقولكوا على الحاجات البدائية اللي في اي بيت. لو ما عندكيش الحاجة اللي انا بسوي بيها دي، انت ممكن توفري عندك مسطرة بتاعت اللي هي بتاعت المدرسة دي بتاعت الاولاد، تبقي جايباها يعني من المحل شطفاها ومنضفاها، قصدا ان انت تعملي بيها بس ان انت تجلسي بيها. بعد كده ده صوص شوكولاتة، انا عملته زي الجناش، حطيت فيه حبة كافي ميكس وكريمة صودا وكريمة بيضة وحبة لبن وحبة عسل ابيض ومعلقة سمنة بلدي، وسيحتهم كلهم على النار، وبعد ما اختلط مع بعضه وسيح صفيته وهبدأ ان انا ازين بيه. بعد كده حطيت علي جناب على الحرف بتاع التورته، وهبدأ بالكريم شانتيه. طبعا الشوكولاته هتحاول ان هي تزحزح الكريم شانتيه، فسيبني من المنطقه دي يعني، وبعد كده هرجع لها. اهو انا شلته، وبعد كده هزود الورود، هكبرها يعني. دي طريقه سهله جدا وبسيطه. استخدمت فيها الاوريو، بسكوت الاوريو. البسكوتة انا فرعتها يعني بسكوتة واحدة فرعتها، وحطيت 3 مارشميلو، واستخدمت الكريز. انا اشتريت ب5 جنيه كريز. طبعا الكريز ده في ناس بتقول عليه كرز، وفي ناس بتقول عليه كريز، لكن احنا عندنا في مصر اسمه كريز. تقصي الواحدة وتحطيها وتزيني والف هنا وشفا. دي تاني تورتة بقى انا قطعتها 3 طبقات، وهبدأ ان انا اجلس فيها زي ما احنا اتفقنا. وادي الجناش اللي احنا عملناه، وبرضو هستخدم الاوريو، وحطيت لون لبني كده على الكريم شانتيه نقطتين، طلعني اللون ده. واستخدمت القمع اللي هي اللبلبة بتاعت الوردة البلدي، استخدمت عملت كده، واستخدمت فراولتين. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ولما تعمليها هتبهري اللي انت عامله له التورتة يعني، شكلها جميل جدا وشكلها جامد. وحطيت في الحروف من تحت برضو نفس اللون، اللي هاخد كريم بيضة واحط عليها نقطة لون لبني او ازرق، هيطلع معايا اللون ده. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة، وبإذن الله هتعجبكم. دي بقى ده استخدمت بالقمع اللي هو المفتوح ده، اللي عامل زي المسطرة من قدام، وبرضو حطيت مارشميلو وحطيت اوريو وحطيت جناش، وبرضو استخدمت اللون اللبني بس زودته شوية. دي كانت معايا تالت ترطاية. دي برضو طريقتها سهلة جدا وبسيطة، اللون اللبني هتزودي بس شوية، وبعد كده هتبدأ ان انتي بالقمع اللي هو بيبقى مشطوف من قدام كده، هوريهولكو يعني في يوم. ده بيبقى في القمع البلاستيك او القماش، اي قمع بيبقى وراء اللبلبة دي اللي هي بتبقى ما فيهاش رسمة، مقسومة كده على طول. دي رابع تورتة، ودي التورتة الاخيرة. دي استخدمت الكريز واللون اللبني والجناش كده من الداير ما يدور زي ما احنا شايفين، وطريقتها سهلة جدا ومش مكلفة برضو. يعني انا عملت 4 تورت باشكال مختلفة وبطرق برضك نفس الطريقة ونفس مكونات التزيين، بس حطيت كل واحدة تختلف عن التانية. هنشوفهم مع بعض. دولت انا كنت عاملاهم على عيد الام، بس اتأخرت في ان انا انزلهم. تزيين سهل جدا وبسيط، لو حد مبتدئ يعني وعاوز يزين حاجة باحترافية، يعني تحس ان انتي حاجة انتي مشترياها من محل او كده، زيني بالطريقة دي هتعجبك جدا، ومكونات سهلة وبسيطة، وبإذن الله مش هتكلفك كتير، وهتطلع نتيجة تبهر حبايبك. شايفين تفاصيل التورتة؟ طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة.
بإذن الله لما تعمليها مرة بالطريقة بتاعتي مش هتبطلي تعمليها. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.